ولنقاش الصراع القائم بين الميليشيات ينضم إلينا عبر الهاتف من العاصمة الأردنية عمان الكاتب والباحث السياسي هلال الدليمي. أهلا بكم سيدي. حياكم الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا أستاذ هلال. كيف يمكن قراءة الاعتقالات الأخيرة التي شنتها ميليشيا الحشد على زعماء ميليشيا الخراساني؟ بسم الله الرحمن الرحيم. تحية لكم ولقناة الرافدين ولمشاهديها الكرام والعاملين عليها. قضية الحشد أساسا ما بني على باطل فهو باطل. الحشد أسس وأنشئ بفتوى لغايات أمريكية إيرانية مشتركة، منها تدمير المناطق التي طهرت منها المقاومة العراقية للمشروع الأمريكي. ودليلنا على ما نقول أن الولايات المتحدة الأمريكية تدعم ماليا كل الميليشيات التي انضمت بما يسمى محاربة داعش. نعم. ونحن نعلم بأن هذا المشروع استفادت منه إيران على مرحلتين. المرحلة الأولى هي القضاء على الكتلة الصلبة في العراق والشام. اثنين، فتح الطريق أمام إيران كما كانت تعتقد من جنوب العراق ومن ثم إلى المناطق التي تمت السيطرة عليها بطريقة مباشرة وغير مباشرة عن طريق هذه الميليشيات التي أسست إيرانيا وعن طريق الأحزاب التي أسست إيرانيا. ومعروف أن معظم الأحزاب التي تحكم العراق والموالية لها والداخلة في العملية السياسية هي الأمر والربط والنهي والحال هي بيد إيران، وهي من تقيل هذا وتقدم هذا. الجانب الآخر أن المشروع الإيراني الذي ارتكز على أساس بناء الدولة العميقة داخل العراق، هناك أطراف مميزة لديهم اللي هم يعلنون الولاء المطلق لإيران، وهناك ميليشيات في الحشد كما تعلمون تم استبعادها حال انتفاء الحاجة لها، لأنها كانت تستخدم كدماء فقط لترويض المشروع الإيراني وعبوره إلى سدة الأمان. وبعد أن تم تهجير معظم مناطق العراق لسي العراق، نعم، وتدمير مناطق السنة بحماية وقيادة أمريكية ودعم دولي كما تعرفون. في هذا السياق أستاذ هلال، إلى أي مدى قد تصل الميليشيات فيما بينها إلى المسافة الصفر التي قد تولد صراعا مسلحا مفتوحا بينها؟ أنا أعتقد أن إيران هي أساسا تهدف ضمن المرحلة الثانية لتدمير العراق وتدمير مناطق جنوب العراق عن طريق هذا الاقتتال الذي خططت له منذ فترة. إيران لا كثير من الناس يعتقد بأنها دولة تعتمد على المذهبية. إيران دولة قومية، مشروعها قومي ليس ديني، ولكن الدين والمذهب هو غطاء وستار لخداع المغرر بهم للعبور إلى هذه المشروع وتنفيذ أدواته. إيران عندما كانت غير شيعية هي تعمل على بناء الدولة العميقة داخل دول الهدف وإنشاء الميليشيات، وهذا الأمر ليس حديثا، هذا الأمر حدث حتى في صدر الإسلام وفي عهد الدولة الأموية. أسست نفس التشكيل من الميليشيات، وربما كانت أسماء متشابهة، من حركة الرضاخون والمختار وما إلى آخره. 13 فصيل مسلح كان يعمل لصالح المشروع الإيراني، وتكرر التجربة في كل وقت يضعف فيه وضع العراق أو تريد هي من السيطرة. الآن المشروع الإيراني يرتكز على حقيقة ثابتة، هو العداء للإسلام والعداء للعروبة. لا يهمها من معها ومن ضدها من مذهبيا، المهم من مع المشروع الإيراني ومن يلبس القبعة الإيرانية في كل محفل ومن يأكل من خيرات بلاده ويعطي لإيران. وهذا ما حصل في مع كل الأحزاب والفئات والحركات المسلحة التي أسستها إيران في العراق. لو نتحدث عن انعكاسات هذا الصراع على الأوضاع الميدانية في العراق ومدى ارتباطها بالصراع السياسي القائم حاليا حول الانتخابات المبكرة.
أنا أعتقد أن الموضوع الاقتتال ما بين الفصائل قادم، يعني أنا أراه هذا الأمر، وحذرنا منه منذ البداية بأن إيران تحاول أن تخلق فتنة في العراق في جنوب العراق، وخاصة بعد انطلاق انتفاضة تشرين وثورة تشرين وبداية فشل المشروع الإيراني في المناطق التي كانت تراهن أنها هذه مناطق نفوذ محصنة وآمنة لها. من هذه المناطق انطلقت بداية فشل المشروع الإيراني الذريع وكشف عوراته وعورات الأحزاب العميلة له. من هنا بدأت إيران تخطط بالانتقام. أنا أقول هذا الكلام ونحن حذرنا منه منذ بداية 2012 و2013، لما قلنا لإخواننا في جنوب العراق بأن الذي سيقتلني اليوم سيقتلك غدا. هذه الحرب وهذه الميليشيات التي ارتوت التي كانت تعتاش على دمائنا وعلى التهجير والقتل والحرق وتهديم الدور والمساجد، وكانت تتلذذ بتشريد الناس، ستقوم بهذا الدور عاجلا ام اجلا لصالح ايران في جنوب العراق. وما حصل في الناصريه وفي كربلاء وفي البصره وفي النجف من اغتيالات ومن قتل ومن عمليات تغييب للناشطين هي بدايه ما تريده ايران. هذه الصراعات نحن نعلم بان هناك ما يسمى الحشد العشائري، نعم، الذي لا يرتبط بالجانب الايراني، كان مغرر به لصالح المشروع الايراني، ولكن التفت الحاجه له بقى التيارات التي استولت على السلاح والمال، وكما تفضل تقريركم انه كانت تعتاش على دماء العراقيين في سبيل خلق ثروات طائله واموال طائله، الى ان سيطرت اصبحت هي صاحبه القرار وأبعدت الميليشيات الأخرى أو الجهات المسلحة الأخرى الذي من شاركوا معها. والآن بدأ القسم الآخر، هناك انتهازية حتى عند الحشد نفسهم، عندما أحسوا بأن هناك رفض من العراقيين إلى المشروع الإيراني في العراق، أرادوا القفز من هذه السفينة إلى الطرف الآخر، وأعلنوا ما يسمى أنه هذا حشد العتبات أو كتائب العتبات او ما يسمى من هذه المسميات. نعم. اين كنتم عن ايران منذ البدايه اللي كنتم تسبحون بحمدها ليلا ونهارا؟ لاحظي ان الانتخابات القادمه هي مشروع ايران تمسكه بكل قوه من كافه اطرافه، وتحاصر التيارات الوطنيه الاخرى في زاويه، وهذه الزاويه لاحظنا ان الشعب العراقي خرج صار له اكثر من سنه في انتفاضه وثوره ضد الفساد، ولكن اين هم الان؟ الدوله، كل الدولة وكل مؤسساتها وكل الميليشيات تدعم قتل العراقيين الذين أصبحت رفض العملية السياسية واضح جدا. إذا ما هي الهدف من الانتخابات ومن الذي سيظهر على الساحة؟ بدأت العمليات البلطجة العلنية للذين يريدون أن يتصدروا المشهد بالقوة، وهذا ما حصل في حتى في 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 بدأت عمليات قتل لأساتذة جامعات وناشطين وإعلاميين، وآخرها جريمة رمي أحد الأساتذة في محافظة ليقار في الناصرية بالتزاب، وحرقه من جماعات موالية للتيارات التي تريد أن تتصدر المشهد في العراق، وهي نفس الأحزاب التي دخلت إلى ساحة الحبوبي. إذن الآن أخذ السلطة بالقوة، يعني ليس الانتخابات عبارة عن كذبة وكذوبة كبيرة. عاش العراق منذ الاحتلال ولحد الآن دفع ثمنها غاليا، إلى أن أصبح المواطن العراقي لا يأمن على حياته. والآن هذه الصراعات سوف تنال من حرية المواطن العراقي وتساهم في عمليات تهجير عكسية. وبالمناسبة هذا المخطط كان له أولويات منذ عام 2016 عندما صرح قسم من المحافظات التي معسكرات النزوح طلبوا بإفراغها، قالوا لا، وسيطرت بزيبز، أمروا بأن تبقى، وهذا الرأي للمسؤول الأمريكي في العراق أن تبقى، لأن هناك سوف يكون نزوحا عكسيا. إذا هناك تخطيط متفق عليه بين الطرف الإيراني والأمريكي على هذا الصراع، وهذا ليس سرا. هذا الموضوع لا نقوله من باب انه نحن نتخوف وحريصين على دم العراقي اينما كان، لانه نحن دفعنا دم
ودفعنا ثمن لهذه الطائفية المقيتة التي أتت بها الولايات المتحدة الأمريكية وأرضعتها إيران الشر بكل ما تمتلك من 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 حقد على العراق إلى أن أصبح وضعنا لهذا الحال. شكرا جزيلا لكم الكاتب والباحث السياسي هلال دليمي، كنت معنا عبر الهاتف من العاصمة الأردنية عمان.